ليس هو الاجتماع الأول أو الندوة الأولى بيننا وبين حزب الاستقلال، وكان هناك ندوات كثيرة شارك فيها حزب الاستقلال والكتلة الوطنية الجامعة. هذا أدى إلى يعني خلق نفسية مشتركة بين التنظيمات السياسية، أو خلق يعني نوع من خفض الأنا عند التنظيمات السياسية والخروج إلى الشارع والاحتكاك بالحاضنة الشعبية لرفع المستوى الوعي إلى حد ما. الحوارات والنقاشات هذه جعلتنا نتفق على هدف واحد وعلى رؤية واحدة وعلى وسائل واحدة وعلى مرجعية وطنية واحدة وعلى استراتيجية واحدة تتمثل بأن الحل الوحيد هو المقاومة الشعبية الشاملة لطرد المحتل الإيراني الروسي وأداته العميدة في دمشق. طبعا نحن كتجمع الاستقلال ندعو إلى عقد هكذا ندوات، وذلك لتقريب وجهات النظر السوريين لإذلال العقبات، وأخوتنا في الكتلة الوطنية قمنا بالتعاون معهم لإقامة هذه الندوة في هطاي، ولأن حساسية هطاي لقربها من الحدود ووجود كثافة سورية جدا، ونحن ندعو إلى عقد ندوات أخرى بشكل أوسع. يا ريت لو كان عندنا مجال يكون مكان أوسع، طبعا لأنه محكومين بالمكان، فمشان نوحد وجهات النظر والصف السوري، وذلك لتقليل تسديد العقبات أمام السوريين بشكل عام لنخفف الأعباء عن جميع السوريين، ونحن عاملون على هذا الشيء ليلا نهارا، ونسعى إلى عقد هكذا مؤتمرات في المناطق الحساسة، وذلك لإيصال إلى هدفنا وهو تحرير سوريا إن شاء الله.